من التعليم وزيادة الأعباء الملقاة على عاتق هذه الفتاة الصغيرة. وهناك سلبيات من ناحية طبية أيضا، مثل الحمل خارج الرحم وهو الحمل الهاجر، الإجهاض المتكرر، التشوهات الجنينية والخلقية، الأورام الحميدة والخبيثة، ضعف الإخصاب، والطلاق الذي أصبح مشكلة اجتماعية قائمة بذاتها في مجتمعاتنا العربية. وفي الختام أدعو الأسر والعائلات إلى تحمل المسؤولية تجاه بناتهم وفتياتهم وعدم تزويجهم صغارا للزواج المبكر من آثار سلبية على المرأة عاطفيا وجسديا ونفسيا وعقليا. شكرا. الآن تتناول الطالبة سارة خريسات وهي طالبة من قسم اللغة الإنجليزية سنة ثانية مشكلة الطلاق، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أكرر الشكر لعميد كلية الآداب فوزة عيمة والدكتورة حفيظة أحمد مدرسة مادة الفن الكتابة والتعبير لتسهيل هذه الندوة. بداية أود أن أتحدث عن مشكلة الطلاق عند المرأة، وكما ذكرت زميلتي ورود أن من مشكلة الطلاق الزواج المبكر. وبحسب تقرير دائرة قاضي القضاء أن عدد حالات الزواج التي سجلت خلال العام 2011 بلغت 61,770 حالة، بينما بلغ عدد الطلاق لنفس العام 15,707 حالة، منها 4,467 حالة للفئة العمرية ما بين 21 إلى 25، في حين بلغ عدد حالات الطلاق قبل الدخول 6,462 حالة. لافتة إلى أن نسبة الزواج والطلاق كانت أكثر من بين المتعلمين منها من غير المتعلمين. وكما أكدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أمل العواودة أن نسبة الطلاق في الأردن لعام 2011 قد تجاوزت 25%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرة أن انتشار وسائل الاتصال والتعارف الإلكتروني مع انتشار الإنترنت أسهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة. إذن فيمكننا اعتبار أن الطلاق هي من المشكلة الاجتماعية في الآونة الأخيرة، ولكن ما هو رأي الشريعة الإسلامية وما حكم الطلاق فيها؟ لقد حذر الإسلام من الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية للأثار السلبية التي يتركها على الزوجين وعلى الأطفال وعلى المجتمع. فالطلاق مصدر القلق عند الأطفال ومصدر الاضطراب النفسي والسلوكي والعاطفي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق. وحث الإسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية، وأيضا حث على الإصلاح وإعادة التماسك الأسري. وكما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير، صدق الله العظيم. وأيضا لعل الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق أو التي تدعو المرأة إلى طلب الطلاق أهمها عدم التوافق أو التفاهم بين الزوجين، وعدم إحساس المرأة بالأمان والراحة مع زوجها، وقلة احترام زوجها لها، وعدم اهتمام الزوج بمصاريفها، بمصاريف بيتها، بمصاريف أولادها، وأيضا كثرة الغيرة والشك بسبب أو من دون سبب، وأيضا والإجبار على الزواج من شخص لا تريده، وضعف الدين والزواج المبكر. وللأسف في هذه الأيام كثر عدد المطلقات في المجتمع العربي بسبب الانفتاح الخارجي والأجنبي على الدول العربية، فأصبحت المرأة العربية وهي بكامل زينتها وأناقتها لا تروق للرجل لأنه يريدها مثل التلفاز أو الإنترنت، وهو أحد أسباب الطلاق بين الأزواج. ومع ذلك ينظر المجتمع إلى المرأة المطلقة نظرة ملؤها الشك والريبة، ويفرض عليها قيودا عديدة يجعلها تعيش في حالة مستمرة من القلق والوحدة. ولكن لماذا يظلم المجتمع المرأة المطلقة مع أنها هي أكثر من المتضرر بسبب الطلاق؟ المرأة المطلقة في مجتمعاتنا الشرقية تتعرض لشتى أنواع القهر النفسي، ولا ننسى تعرضها المستمر للابتزاز والضغوط المختلفة وحسب بيئتها ووضع عائلتها الاجتماعي. وفي ختام موضوعي أدعو المجتمع العربي للنظر بين المساواة بين الرجل المطلق والامرأة المطلقة، وعدم توجيه الاتهام واللوم على المرأة كما هو متعارف في مجتمعنا، ومعاملة المرأة المطلقة كإنسانة لها مشاعر وحقوق، فهي إنسانة قبل كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسارة على توضيحها مشكلة الطلاق ومعاناة المرأة منها. الآن سنفتح لكم المجال للمناقشة، أمامكم 5 دقائق للسؤال وسنعطي الفتيات 5 دقائق للإجابة. تفضل.
تفضل. لا شك أن هذا الجهد جهد مشكور من قبل كلية الآداب، وعملية التطبيق للجوانب النظرية التي تدرس في هذه الكلية بهذه الصورة الرائعة لا شك أنها تترك أثر جيد على مستوى الكلية من ناحية ومستوى الطلبة. أنا حيكون لي ملاحظتين، ملاحظة على الجانب الفني بالنسبة للندوة، وبتمنى أنكم يعني تتقبلوا هذا الجانب بصدر رحب، والجانب الآخر بالنسبة للمضمون. أما بالنسبة للجانب الفني لا شك أنها التجربة الأولى لكم، لكن في المرات القادمة يعني أنا بدعو وأفضل أن لا تكون عملية قراءة للنصوص، يعني سرعة القراءة جعلت من الموضوع وكأنه أنت بتقرأي صحيفة، فبالتالي الندوة تمتاز بالهدوء وتمتاز بطرح الأفكار وتناولها بصورة أكثر يعني بطئا. هذا بالنسبة للجانب الفني، كان الموضوع له علاقة بفن الكتابة والتعبير. أما بالنسبة للمضمون، يعني أنا كمستمع لهذه الندوة وجدت بأن هناك مشكلة واحدة وحيدة ملهاش شريك بالنسبة للمرأة تتمثل في الرجل، وهذا ما تلمسته من الطالبة دعاء والطالبة جمانة، يعني جعلت جميع موضوعات أو مشكلات المرأة تختزل في مشكلة واحدة ألا وهي الرجل. بالنسبة لموضوع الاستبداد اللي تحدثت فيه الطالبة دعاء، نعم الاستبداد موجود، ولكن موجود بشكل نسبي وليس بشكل مطلق. الاستبداد يتعلق بظروف الرجل. البعد الثقافي للرجل يلعب دورا، البعد الاجتماعي للرجل يلعب دورا، البعد السياسي الأيديولوجي بالنسبة للرجل يلعب دورا، البعد الديني يلعب دورا. فأن نجعل من مسألة الاستبداد الصفة عامة تشمل الرجل أينما كان وأينما وجد، فبأعتقد بعد باعتقادي هذا نوع من أنواع التجني، تعسف، نوع من أنواع التجني على الرجل. القضية الثانية يعني فيما يتعلق بموضوع المرأة، نعم توجد هناك مشكلات لها علاقة بالبيئة والمجتمع للمرأة، لكن توجد هناك مشكلات لها علاقة بالمرأة بحد ذاتها، وهذا الموضوع ياريت لو تناولتوه بشكل أكثر، يعني لأنه في بعض المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمعات العربية هي من صنيع نفس المرأة، فهذا موضوع كمان مهم. وشكرا وأسف إذا أطلت. شكرا. أي سؤال تاني؟ مرحبا، السلام عليكم. السلام. أنا طالب بالأداب سنة رابعة إن شاء الله خريج هذا الفصل، اسمي أحمد الجابري، وبحيي الفكرة هاي أول إشي، خاصة أنه طالعة من بناتنا اللي هم في منهم خواتنا وفي منهم صديقات عزيزات، وبحيي الدكتورة لأنها هاي تاني مرة بتصير، وسبق وصارت معي قبل هيك عندما كنت باخذ معها المادة. وبس حبيت أنوه لكم النقطة، هي أنه أنتوا عم بتوجهوا الكلام بصفة أنه تحذيرية للنساء، وبصفة إنها مؤذية في بحد ذاتها، طريقة الحكي مؤذية بحق بعض الرجال، يعني أنتوا عم تشملوا عم بتكونوا أكثر لأقرب للتعميم بهاي الحالات، وما عم بتحددوا نسب، والنسب هاي ضرورية جدا في هيك شغلات. والتوعية لازم تصير برضو للذكور والإناث، لأنه في ذكور يعني بيجيهم هذا الفكر من أهلهم،
ويعني ما عليهم لوم لأنهم لسه خبرتهم في الحياة بسيطة، وإذا ما بقرأ برضو هذا جزء من اللوم اللي راح ينحط على الأهل، والتوعية برضو جزء من الشغلات اللي راح تزيد الطين بلة في المستقبل. فبس أنا حابب إنه المرة الجاي كمان تكون للتنين وأكثر التوعية للرجال وأكثر منها للنساء. شكرا. سؤال ثاني. يعطيك العافية. أولاً مي أبدعتي بالمقدمة. شكرا. وزميلاتك دعاء وجمانة وسارة وورود أيضا تناولوا أبعاد مهمة كثير للمرأة العربية ومشكلاتها وقضاياها ومعضلاتها. أول ملاحظة، أنتم أثبتتم اليوم البعد الإنساني لكلية الأدب حقيقة، وأن كلية الأدب إضافة نوعية لهذه الجامعة العتيدة المحترمة اللي غالية علينا كلنا. وأثبتوا بأنه العلوم البحتة ليست هي كل شيء، وإنما الجوانب الإنسانية تضاهيها أهمية إذا لم تكن أكثر، لأنها هي اللي بتجعلنا بني أدمين حقيقة. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، أنتم نجحتم باستفزازنا هو المطلوب وهذا هو الهدف مش هيك؟ يعني لو استمريتوا بعد شوي كان نطلع حراك والله. هذا بهنيكم عليه وبهني الدكتورة حفيدة على هذا الجهد الرائع. بدي أنبه برضو أضم صوتي لصوت دكتور إبراهيم لصوت أحمد بأنه برضو للمرأة دور فيما تعاني فيما تواجه. مؤسسات المرأة، جمعيات المرأة، الثقافة، شو دور المرأة في تغيير الثقافة السائدة؟ لأنه المشكلة باتجاهين، يعني صحيح كل اللي وصفته موجود في الرجل، الاستبداد موجود، تبعية المرأة للرجل موجود وتعززها الثقافة كل يوم وبكل جوانب حياتنا، لكن هذه السطوة، هذه السلطة، هذا الاستبداد مقابله شخص يستفيد منه أحيانا، يقبله أحيانا أخرى. أنا بشوف بمجال العلاج النفسي حالات كثيرة يعني تصل المرأة بأنه تستمرئ هذه الاعتمادية على الرجل وتتقبلها وتستغلها وتستفيد منها وتعتبرها امتياز أحيانا. فالمرأة أيضا بحاجة للثقافة وبحاجة للتوعية وبحاجة للتثقيف. الملاحظة الأخيرة اللي ياريت يبدأ المجتمع يفكر فيها، ظاهرة تزويج ضحايا الاغتصاب للمغتصبين. هذه عمالها بتتكرر. تخيلوا معي عذابات المرأة بأن تزوج لشخص اغتصبها، اعتدى عليها، دمر كرامتها،